السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. لقاء جديد ويوم جديد، وبإذن الله تعالى الجديد والمفيد والسعيد دائما. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. يكتمل 10 سنوات على هذا البرنامج بفضل الله تعالى. يستمر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. كما تعودنا دائما أننا بنجيب لحضراتكم ما هو مثبت، ما هو علمي، ما هو يقيني، ما هو له دراسات تؤيده وليس كلام مرسل. في الحلقات السابقة اتكلمنا على الأنابيب وعلى التهابات الأنابيب وعلى انتفاخ الأنابيب وتمددها كسبب من أسباب تأخر الحمل وكيفية التعامل معه. وسنستكمل حديث عن الأنابيب، لكن في راو كده في حديث دائر في الفترة الأخيرة عن حاجة حوصل ليها في الحلقات المتتالية، لكن عشان أوصل لده همهد لبعض الحاجات بدءا من الحلقة دي. فاحنا معانا خبر كده، اذا كان الخبر موجود معانا على الشاشة ممكن نشوفه وانا اتابعه مع حضراتكم. اذا كان الخبر موجود نعرضه. الخبر هنشوف الخبر ده بيتكلم على دراسة تحذر من ان المنظفات المنزلية تسبب العقم وقد تسبب السرطان. كشفت دراسة علمية نشرت مؤخرا ان المنظفات في جامعة كاليفورنيا، المنظفات الكيميائية الشائعة استخدامها كمنظفات في المنزل قد تسبب امراض صحية تضر بالخلايا البشرية وتؤدي ايضا الى العقم. بلاش يعني نبقى كده لكنها بتقلل خصوبة يعني. اثبتت الدراسات التي اجريت على الفئران لم تعد قادرة على الانجاب بعد تعرضها لهذه المنظفات وان لها تأثير مماثل على البشر. وهذه المواد الكيماويه الموجوده في المنظفات تدمر عنصر الميتوكوندريا في الخلايا، والذي يؤثر بدوره سلبا على هرمون الاستروجين للسيدات، مما يسبب خطوره عدم قدرتهن على الحمل، حيث ان المنظفات المنزليه تحتوي على ماده الامونيا التي تثير وتسبب عديد من المشاكل التنفسيه والحاده وامراض الرئه، كما تحتوي على مواد سامه ومسرطنه. والأبخرة والغازات المتصاعدة من المنظفات المنزلية نتيجة احتوائها على مواد كيماوية تسبب مشاكل خطيرة في العين والرئة وتؤثر على الجلد وتؤدي الحساسية، وكل ده احنا نعرفه، وتشققات الجلد عند النساء اللي من التي يفرطن في الاستخدام. انتهى الخبر وهنرجع كده، هسيب الخبر قدام حضراتكم 10 ثواني وبعدين هنرجع ليه. الخبر ده بيؤكد على ان المنظفات المنزلية، مش عايز اذكر اسامي تجارية زي ما جبت لحضراتكم قبل كده، البودرة وبودرة التلك واستخدام السيدات ليها وازاي بتؤثر على زيادة نسب الاصابة بسرطان المبيض، وهو كلام مثبت ان بودرة التلك اللي فيها مادة الاسبستوس بتؤدي الى الكلام ده رغم نفي الشركات. وجبت لكم الخبر اللي جاب تعويض بالحكومة بمحكمة أمريكية على الشركة المنتجة لواحد من أشهر منتجات العناية بالبشرة ومنتجات بودرة تلك في العالم، والتي تعشق السيدات في مصر لسبب غير مفهوم استخدامها في منطقة بين الفخذين، وهذا الاستخدام مضر ويزيد من نسب الإصابة مش بقى بحاجة بسيطة، بأورام المبيض، وهذا شيء يقيني. المشكلة اللي الستات مش قادرة تعمل ترابط عشان هم بيستخدموا البودرة دي غالبا في سن ما بيكونوا بيهتموا بنفسهم في سن 20 و30 و40 سنة، بينما سرطان المبيض بينشأ في سن 70 سنة فيما فوق في المتوسط، هو مرض من أمراض السن المتقدم، فما بيبقوش عارفين يلاقوا علاقة سببية واضحة بين ما استخدموه من 20 30 سنة وتأثيره على المبيض، لكنه يقينا له تأثير. إنه اليوم بنتكلم على المنظفات المنزلية، المطهرات والمنظفات المنزلية. طبعا في مواد كيماوية في هذا، والمواد الكيماوية دي بتتصاعد منها أبخرة، والمواد الكيماوية دي كثرة التعرض ليها بتقلل من خصوبة السيدات.
طبعا في شركات ليها منتجات، المنتجات دي بتراعي مواصفات توحيد قياسي وبتقاس جودتها، والمنتجات دي من شركات، والشركات دي معلبة، والشركات دي ليها هيئات تراقبها. لكن كمان لما نشوف الستات اللي نتيجة للتوفير في المجتمع المصري وفي الريف المصري، رايحة عند البقال اللي جنبهم بيبيع منظفات سائلة مجهولة المصدر، مش معروف متصنعة منين، ملهاش توحيد، علشان يعمل تنظيف أعلى يقوم يضيف فيها مواد الكلور والأمونيا بنسبة أعلى، والست ليل ونهار عمالة هارية نفسها نظافة وحاطة إيدها في الكلام ده، فده تشققات في الجلد ومشاكل جلديه وحساسيه، ثم امراض عين، ثم امراض تنفسيه، ومش عارف نفسي ضيق كده ليه. ولكن المشكله ان التعرض لهذه الابخره وهذه الكيماويات يقينا زي ما الدراسه دي بتقول يقلل الخصوبه. وما تجيش بقى ستات تسالني هو ليه انتوا بتتكلموا كتير دلوقتي وليه زادت نسب السيدات اللي مخزونهم من البويضات قل، وفوجئنا ان بنت اختي متجوزه وعمرها 19 20 سنه وقعدت 6 اشهر سنه ما بتحملش، راحت لدكتور فعمل لها تحليل مخزون، واحنا كنا مستعجبين تحليل مخزون ايه ده اللي يتعمل لبنت صغيره عمرها 20 سنه، وفوجئنا ان المخزون بتاعها قليل. ما بقولش ان ده السبب الوحيد، في اسباب اخرى، لكن ده واحد من التدخين مثلا، وانا هتكلم بعد كده على التدخين وتاثيراته جدا يعني، لكن على الخصوبه بتاع السيدات ومخزون المبيض من البويضات. لكن يقينا المواد الكيماويه في المنظفات المنزليه يقينا لها تاثير سلبي على خصوبه الرجال وقدره الخصي على انتاج الحيوانات المنويه، وخصوبه السيدات وانتاج المبيض للبويضات وهرمونات الانوثه. وهذا كلام مثبت وعلمي ويقيني، والخبر اللي انا جايبه دايما ما بجيبوش من مجله علميه، هو له اساس في مجله علميه، بس بجيبه من موقع اخباري مصري عربي عشان اوري للناس ان ممكن انت حضرتك بسهوله وانت قاعد تتابع الاخبار وماسك الموبايل بتاعك اللي بتعمله كل ليل ونهار وعمال تقلب فيه على الصفحات، تخش بس على الاخبار وتهتم شويه بصحتك وتبص على اخبار علميه، فتعرف أن الاستخدام المفرط، لأن كل شيء الاعتدال في أي شيء ما جاء فيه إلا زانه، وما ترك الاعتدال شيء إلا شانه، فالإفراط في استخدام هذه المنظفات يعني تبقى الست ليل ونهار بتستخدم كميات كبيرة وبتستخدم منظفات سائلة مجهولة المصدر ومجهولة الهوية ومجهولة التصنيع، هذا يقينا ما فيهوش شك دلوقتي يقلل من الخصوبة. وما تبقاش بقى الناس تسأل ليه من 20 سنة ما كانش في حاجة اسمها دكاترة تأخر حمل، وليه من 20 سنة كانت الستات بتتجوز تحمل على طول، وليه من 20 سنة كان نادر اللي ما بتحملش، وليه النسبة عمالة تزيد في 20 سنة الأخيرة، وليه بقى نسبة حالات تأخر الحمل تطورت من 40 سنة كان كل 10 أزواج زوج بيفشلوا في الحمل، ثم بقوا زوج من كل 8 ثم من كل 6، والآن تقترب النسبة أن يبقى واحد من كل 4، يعني بنقترب من 25% من المتزوجين يحتاجوا إلى مساعدة طبية على الأقل لزيارة طبيب تأخر حمل ولو مرة عشان يحدث حمل. ليه النسب عمالة تزيد كده؟ واحد من الأسباب الشهيرة الملوثات البيئية، واحد من الأسباب الشهيرة التدخين، واحد من بس دول تأثيرهم عالي على الرجال أكتر، واحد من الأسباب اللي بنطرحها النهاردة المنظفات المنزلية. الست اللي إيدها ليل ونهار منقوعة في صابون سايل لتنظيف، أنا بجيب بالاسم أهو، لتنظيف الأطباق والصحون، ومواد مطهرة، السائل الجميل اللي بيقضي على 99% من الجراثيم والميكروبات اللي حضرتك بتخففيه ولونه أبيض وعمالة ترشيه في البيت عشان ريحته حلو والأبخرة اللي طالعة منه بضيق صدرك وصدر الولاد ويكحه، وله هذا التأثير على الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية في الرجال والبويضات في السيدات، وهذا شيء يقيني. طيب لو معانا اتصال نبتدي ناخد الاتصالات قبل ما ناخد بقية الصور عشان ما نتأخرش عليهم. تفضلوا. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور أنا مريضة غدة درقية. بمعنى ايه المشكلة اللي في الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية دي فيها حاجة اسمها انخفاض في نشاطها وفي ارتفاع في نشاطها. في خمول يا دكتور. خمول، يبقى في كسل او خمول في افرازات الغدة الدرقية. اتفضلي. حضرتك باخد التروكسين 50. كويس جدا. وفي الفترة الأخيرة دي يا دكتور اكتشفت إن لخبطت معايا الدورة، فاكتشفت إن أنا عندي هرمون اللبن 117. عظيم. كمان
اختلالات الغدة الدرقية من أسباب اختلالات الدورة، واختلالات الغدة الدرقية وخاصة ضعف نشاطها بيعلي هرمون اللبن، بس ما يوصلش قوي للأرقام دي. واختلالات الغدة الدرقية من أسباب إن الدورة اتلخبط، ومن أسباب إن تخلي التبويض ضعيف أو على أقل قدر جودة البويضات اللي خارجة تبقى قليلة. اتفضلي. تمام يا دكتور. في آخر الفترة دي يا دكتور عملت إشعة رنين مغناطيسي على الغدة النخامية. مظبوط، لأن لما هرمون اللبن يعلى فوق 100 فالسبب الرئيسي هو وجود ورم في الغدة النخامية يفرز هرمون اللبن. حتى لو عملت الرنين والرنين قال مش شايفين ورم، يبقى موجود بس حجمه صغير لا يدركه الرنين، وليس معنى أن الرنين قال أن كل حاجة كويسة أن ما يبقاش في هذا الورم. تمام يا دكتور. طيب هو حاليا دلوقتي يا دكتور النسبة بتاعته جابت 0.3. عشان حضرتك استخدمتي الدواء القوي جدا، العلبة اللي فيها قرصين، ومستخدماها بجرعة عالية وبقالك فترة. ايوه بقالي 3 شهور. عظيم. السؤال ايه بقى؟ تمام يا دكتور. السؤال يا دكتور ان انا كنت هنا عندنا دكتور اداني منشطات وعمل لي تلقيح صناعي عنده في العيادة. عظيم. حضرتك ما قلتيش قصة تأخر الحمل خالص، كل اللي حكيتيهولي على الغدة الدرقية وهرمون اللبن، ما كلمتنيش انك عايزة تحملي ولا ان في اي تأخر الحمل. ما هم سببوا لي تأخر الحمل يا دكتور، انا دلوقتي بقالي 8 سنين ما خلفتش. عظيم. ارتفاع الخلل في الغدة الدرقية ليس سبب رئيسي لتأخر الحمل، اما ارتفاع هرمون اللبن في الارقام دي فيسبب تأخر حمل. اتفضلي. تمام يا دكتور. فهو دلوقتي انا لما خدت جرعة المنشط طلعت بويضتين، واحدة 19.5 واحدة 18. ايوه. وعمل لي التلقيح بعد اليوم 11، عمله لي في اليوم 14 واليوم 16. السؤال ايه بقى اللي حضرتك عايزه تسأليهوني؟ السؤال يا دكتور ان انا التلقيح بتاعي ما نجحش، رغم ان تحليل جوزي في اول تلقيح كان 2 مليون وتاني تلقيح 25 مليون. طيب هو لما يتعمل تلقيح والتحليل 2 مليون فهو يقينا سيفشل، لان هذه الارقام لا ينجح معها التلقيح. الارقام التانية ينجح معها التلقيح، بس انا حضرتك بتقولي لي الحق يا دكتور ده التلقيح فشل، فانا عايز اسالك كده، هو الدكتور صور لحضرتك ان نسب ان التلقيح ده ينجح قد ايه؟ يعني قال لك انت ان شاء الله هتحملي فيه نسبه قد ايه انك تحملي، او انت متصوره 30 ايه، او اللي وصل لك ايه؟ 30%. قال لي 30%. عظيم. 30% ما قاله لك هو ضعف النسبه المتعارف عليها، فنسبه حدوث الحمل مع التلقيح تقل عن ال 20%. فهو كان متفائل بشده وادى لحضرتك بشره كبيره جدا، لكن انا عايز اسال حضرتك، فلنفترض انها 30 وهو ليس حقيقي، لما يبقى نسب حدوث الحمل 30% يبقى نسب عدم حدوث الحمل قد ايه؟ معرفش. ما تعرفيش. هو بقيه ال 30 من المية يبقوا كام؟ 30 يبقى 60. لا يبقى 70. تمام؟ 70. يبقى نسب عدم حدوث الحمل كام؟ 70%. يبقى الاغلب ان لا يحدث ولا الاغلب ان يحدث حمل؟ الاغلب ان هو لا يحدث يا دكتور. وبالتالي اذا لم يحدث هل يبقى ده مسار للتعجب ولا للسؤال هو ليه ما حصلش حمل؟ لا، لانه العادي انه ما يحصلش، لان احنا قايلين لحضرتك ان التلتين مش هيحملوا واكتر كمان. وبالتالي المفروض اللي تعمل تلقيح صناعي وينجح ويحصل حمل تسأل تقول غريبة، هو حصل حمل ليه؟ يا دكتور اديني تفسير هو حصل حمل ليه بالتلقيح، لأنه نادر ما ينجح. أما لما ما يحصلش فده شيء إيه؟ طبيعي. وعادي ومقبول ولا يسأل عنه. طب هو يا دكتور حاليا دلوقتي الدكتور قال لي إن أنا ما أفكرش إن أنا أحمل طبيعي، لازم حقن مجهري. ليه؟ هل الكلام ده مادة واعي؟ ما أنا أحكم إزاي؟ حضرتك أنا عشان أحكم لازم أغذى بمعلومات، حضرتك ما قلتيش أي معلومة عن تأخر الحمل غير معلومتين. متأخرة 8 سنين وهرمون اللبن لقيناه عالي. ولا أي تفاصيل أخرى. فحضرتك بتقولي لي الدكتور قال لي لا يمكن أحمل إلا بحقن مجهري، أنت رأيك إيه؟ طب أنا رأيت، طب أنا عرفت، من رأى عرف. أنا لا أعرف تحليل الست دي إيه؟ ولا مخزونها من البويضات إيه؟ ولا سنها كام سنة؟ ولا التاريخ السابق؟ ولا تحليل الزوج اللي بيتأرجح ده؟ مفيش أي معلومات غير المعلومات اللي حضرتك قلتيها. ده أنا حتى بالكاد سمعت إن أنا متأخرة من الحمل بعد ما حضرتك قعدت تحكي على الغدة الدرقية وهرمون اللبن. فإحنا عايزين تفاصيل، وبعد التفاصيل قد نستطيع الحكم وقد لا نستطيع، لأن من رأى عرف، اللي شاف الحالة هو أدرى. لكن مدة عدم حدوث حمل 8 سنين وإن في مشاكل في الناحيتين في الزوج وفي الزوجة، ده يرجح اللجوء للحقن المجهري، لكن ما قلتش إن ده السبيل الوحيد
وحضرتك دكتورك شاف وقال لك ده السبيل الوحيد، وحضرتك بتسأليني عشان تاخدي مني رأي واقول لك لأ في فرص أخرى. جايز أقول كده وجايز لأ، بس الحقيقة الحكم بتاعي قاصر لأنني لم أرى الحالة، وما نقدمه هنا هي نصائح عامة لا يمكن تفصيلها على حالة تفصيلية زي حالة حضرتك كده بالعين يا فلانة تعمل كذا، تمام؟ لأن ده لم نرى. هل معانا اتصال آخر ولا نشوف الصور اللي معانا؟ عشان مش عايزين نخلص. طيب بس مش عايزين ننهي الحلقة من غير ما ناخد الصور، عشان في حد قاعد منتظرها هو في الجزائر وأنا بقول لها إن إحنا هنعرضها إن شاء الله عشان تفرح. ها معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على البرنامج ده بجد يعني. متشكر يا حضرتك. أنا بجد والله بستفيد منه كتير، حتى وأنا قاعدة بسمع مكالمات اللي بيتصلوا، يعني ممكن يكون سؤال أنا مش ما أعرفش حاجة عنه ولا إيه يخصني ويهمني واستفيد منه كتير يعني. الحمد لله، ربنا يجعلنا دائما فايدة للناس، متشكر لحضرتك جدا. تاني حاجة بقى معلش اتصالي اتقطع الحلقة اللي فاتت، وأنا بعتذر على الخطأ اللي غير مقصود حضرتك قلت فيه إن أنا بقارن بين حضرتك وجارتي، أنا ما كنتش بعمل كده أساسا. لا أنا ما قلتش إن حضرتك بتقارني من حضرتك، أنا قلت إن رأي جارة حضرتك رأيها هايل جدا. أنا على فكرة أنا أقول إيه؟ قلت رأيها هايل ويؤخذ في إيه؟ في الطبيخ، في 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 أما إنها تفتي في أمراض نساء وتقول لحضرتك ان المنظار مش هيفيد واستعجلي وانجزي واعملي حقن مجهري، فانا قلت لحضرتك فعلا نسب نجاح الحقن المجهري 35%، بينما نسب حدوث الحمل بعد المنظار من 50 لـ70%، فالعقل والمنطق يقول ان الحاجه الاسهل والابسط والارخص تستنفذ اولا، وهي بالمناسبه كمان الاعلى نسب النجاح، فاذا لم يحدث يبقى مضطرين للجوء لده. وقلت لحضرتك ان تبلغيها تحياتي، وقلت لحضرتك ان هي رايها يعتد بيه في حاجه انا جاهل فيها ومعرفهاش تماما اللي هي الطبيخ، اما رايها هي في امراض نسا فلا يقارن ولا يؤخذ به مقارنه باني، وقلت ان في امر قراني قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واكيد جاره حضرتك ليست اهل الذكر في تخصص امراض نساء، وتخصص دقيق داخل امراض نساء اسمه تاخر حمل، وحاله دقيقه اسمها تاخر حمل مجهول السبب. حضرتك انا عايزه بس اقول ان انا ان ده ما كانش راي جارتي نهائي، وان انا ما كنت بسال علشان انا عايزه اعرف اي حاجه، لا انا كنت بسال علشان جارتي قالت لي ان مرات اخوها راحت لدكتور وده كان راي الدكتور. يا فندم راي الدكتور طبعا لانه طبيب حقن مجهري حيث يحركه الهواء. ماشي. في حاجه كمان يا دكتور، انا برضو ساعه ما كلمت حضرتك ما قلتش لحضرتك ان انا فعلا بيحصل لي الم اسفل الظهر وفي البطن احيانا، مش كل الاوقات، احيانا يعني قبل الدوره، والكلام ده من وانا انسه قبل ما اخلف اطول خالص. قلت ممكن انا ما قلتش لحضرتك النقطه دي، يكون انت حضرتك تقول لي ان انت ما قلتيهاليش، فعشان كده لا كلامك معاه حق فيه، فعشان كده انا اتصلت بحضرتك اخد راي حضرتك بعد ما اقول لك الكلام، واقول ان الدكتور ده قال للمدام دي كده، وكمان عشان ارد عليها هي حتى كمان يعني، علشان انا كان في بلد ارياف كان ليا سلفتي برضو قعدت 3 سنين في بلدنا تلف على دكاتره بدون اي نتيجه، رحت القاهره عشان تشوف ايش الموضوع وتاخد طريقه علاج جديده ومختلفه، الدكتور بعد ما عمل لها تحليل المخزون المبيض لقيه 1/10، فقال لها لو كنت جيتي بدري سنه واحده كنا ممكن نقدر نعمل لك حاجه. مظبوط، لقد اتلف املها، لقد استنفذت فرصها طالما كانت بتروح لناس مش متخصصه لم يطلبوا هذا التحليل. واقول لحضرتك بقى كمان عشان استغل ده، سلفتك ولا اختك مش عارف اللي بتقولي عليها، قريبتك دي اللي في بلد ارياف كانت بتروح الاول لدكتورات كانوا بيحطوا السونار على بطنها ويقولوا لها انت هايله وحظيمه وما حصلتيش، وانا بقول لحضرتك ان السونار على البطن ده لا يرى اي شيء في امراض نساء. ثم قعدوا يدوها تنشيط ويقولوا لها يا سلام التبويض هايل وممتاز وهتجيلي الشهر الجاي حامل وانت هتبقي حامل في توأم، واذا ما حملتيش بقى خلي جوزك يحلل واحنا مش لاقيين لك سبب، وانت بتفكري في الموضوع كتير واصل التفكير الكتير هيعطل الموضوع، واصل سيبيها على ربنا، واصل مش عارف ايه، طبعا ونعم بالله يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى امر الناس ان تاخذ بالاسباب. كويس؟ كل حصل يا دكتور. انا مستعد احلف، انا مستعد احلف ان ده حصل، والدكاتره اللي قالوا لها كده كانت بتخرج من عندهم مبسوطه وفرحانه
وبتضحك وبتقول الله الدكتوره دي دمها خفيف وقعدتها لطيفه ودمها خفيف على قلبي وانا مستبشره بيها قوي. تمام؟ توتيره من كتر اللي انا كنت بشوفه، فعشان كده كل حاجه بسمعها بحب اعرف راي حضرتك. لا بس حضرتك قولي لي اللي انا بقوله ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس في حته كمان صغننه كده يا دكتور، في دكتور بيعمل منظار وما طلبش منها تحليل المخزون ده غير لما عملته، قال لها، قال لواحده يعني بتروح تتابع هناك، قالت له اللي كانت بتتابع حصل كذا كذا عندها من غير ما يعمل لها اي تحليل مخزون. لا انا كنت عارف بس انا ما حبيتش اضايقها وما حبيتش اقول لها. ايوه يا ستي عشان يبقى ظريف ولطيف ودمه خفيف. ما انا عارف هو يقدر يعرف من غير تحليل المخزون. يقدر يعرف لما يعمل منظار فيلاقي حجم المبيضين صغير، ويقدر يعرف لما يكون بيعمل سونار مهبلي فيلاقي عدد البويضات اللي جوه المبيض اللي اسمها انترال كاونت قليل، ويبقى عارف كده وما يقولهاش روح اعملي المخزون ويقول لها اعملي منظار. والمنظار ليس عيب وليس ضرر، لكن لازم تبقى فاهمه المنظار ده بيتعمل في حالات المخزون القليل لاكتشاف اسباب قد تكون مسببه ضعف المخزون، فما قلناش ان المنظار غلط. تمام؟ لكن قلنا انه ايه؟ ما جاش في توقيته ولم يتم الاعداد له جيدا. ما انا ماشي يا دكتور، انا بتكلم بقى على كل القصه دي، هي بقى في حاجات بقى في بلدنا كده حاجات كتير زي كده. فحضرتك بقى كمان معلش في جمله بس هقولها كده، الدكاتره اللي كانت بتروح لهم ويحطوا السونار على بطنها ويقولوا لها الله انت هايله وجميله وما حصلتيش وما وصفتيش وهتجيلي الشهر الجاي حامل وهتجيلي في توأم وانزلي اشتري هدوم العيل من دلوقتي، تمام؟ وكانت بتخرج من عندهم ايه؟ سعيده ومبسوطه، تمام؟ الدكتور بقى اللي عمل لها تحليل المخزون ولقى المخزون 1 من 100 وقال لها لو كنت جيتي قبل كده كان ممكن في رجا، تمام؟ خرجت من عنده ايه؟ متضايقه ومكتئبه ومعيطه ومخنوقه، تمام؟ ومتضايقه منه وقالت يا باي قفلها في وشي كده ليه؟ ليه؟ ايوه علشان هو لان هو راضى الله ولم يراضيها. تمام؟ فالناس الناس المفروض تأخذ الناس بالحقيقة، تمام؟ بالحق. يا بخت من بكاني وبكى معايا ولا ضحكنيش وضحك الناس عليا. فاللي قالوا لها انت هايلة وعظيمة وما حصلتيش وما وصفتيش مالهم؟ قاعدين دلوقتي بيغدوا عيالهم، تمام؟ وبيخرجوهم ويلعبوهم، ومين اللي بيلف ويدور وشايل الهم حتى هذه اللحظة؟ هي. بركتك يا دكتور وفي علمك بجد انا مستفيدة، واسألك ان تدعي لي ان ربنا يكرمني بالذرية الصالحة. بإذن الله ربنا يوفقك ويديم عليكي فضله وعلينا ويرزق حضرتك، زي لو معناش اتصال ناخد الصورة الأولانية. ناخد الاتصال وبعدين الصورة. حاضر. اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد. كيفك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي قبل ده يا دكتور، معاك محمد من الاردن. اهلا بيك. على موضوع مرتي على الولاده وكده. ايوه حضرتك كنت قلت لي ايه؟ فكرني. قلت لك ان مرتي جالها ضغط حمل و ايوه في الشهر التاسع وكده. وقلت لك قلت لي في الشهر التاسع، قلت لك انهي الحمل وتولد. ما مش راضي يولدها الدكتور، بعت حولها على المستشفى. حولها على المستشفى لانه خاف من حالتها انه يولدها ويتحمل هو حالتها، فحولها على مستشفى الجامعه. حولها على مستشفى السجان في المنيا، راحت ما رضيتش تستقبلها. ليه؟ قالها لا، قالها اطلع يعمل تحاليل وتعليم. والتحاليل اثبتت ايه؟ عمل التحليل وديتها للدكتور نفسه اللي كانت متابعه معاه، قال لها عايزين التحليل ثاني، ضغطها 170 على 110. والزلال في البول. تعيده تاني يا دكتور، مش قال لها التحليل مش مظبوط، التحليل البول. استاذي استاذي. نعم. حضرتك من الاقصر مش كده؟ وتكلفت السفر لحد مستشفى الجامعي لامراض نساء في جامعه المنيا، مظبوط؟ انا من المنيا يا دكتور. انت من المنيا. عملت عندك منظار انا في شهر واحد. طيب يا سيدي ربنا يتم لها بكل خير. حضرتك بعد اذنك، بعد اذنك يعني معلش، اركب من المنيا انزل روح لبوابه مستشفى النساء والتوليد في كليه. انا في الاردن يا دكتور، انا في الاردن. في الاردن يا فندم. بغض النظر حضرتك فين بعد اذنك، اسمعني، في الاردن. انت في الاردن، انت في اي حته، هي تركب وتروح الى استقبال امراض نساء والتوليد في كليه طب القصر العيني.
نقطة من أول السطر، حيث سنقوم باستقبالها يقينا، لأننا الريفيرال، إحنا المكان اللي يحول له أقصى حالات في الجمهورية، الناس كلها بتهرب منها، خليها تروح القصر العيني هيستقبلوها من أول لحظة. فين القصر العيني ده يا دكتور؟ فين العيون في القاهرة ولا فين؟ أكيد القصر العيني هو مدرسة الطب، تمام؟ في القاهرة يعني يا دكتور ولا فين القصر العيني؟ أيوة يا أستاذي في القاهرة. في القاهرة مستشفيات أمراض نساء والتوليد كلية طب القصر العيني، ها؟ مدرسة الطب، باب الطب في مصر، تمام؟ الفاتح أبوابه وصدره لأي حالة 24 ساعة وأقصى الحالات، المكان الذي أتشرف بالانتماء إليه، تمام؟ البريمو، ها؟ النادي اللي بيكسب فيه مصر هو ده، مكان القصر العيني مستعد لاستقبال أي حالة فورا ودون تردد. شوف الصورة كده أهو يا دارين، هذه الآنسة كل شوية بتبعت لحضراتكم صورتها، ربنا يخليها ويبارك فيها. دارين من الجزائر، بنت السيدة الفاضلة أم دارين. ودارين أنا هقرأ الكلام اللي حضرتك بعتها بالظبط، هشيل بس بعض الحاجات. ايه دكتور عادل، انا اسف على الازعاج، اليوم خدت نتيجه الامتحان وانا فرحانه جدا، نريد ان تشاركني فرحتي، ونتائجي جيده وممتازه، وارسلت لك صورتي. دي صوره دارين بنت السيده ام دارين، وهي سيده من الجزائر، كانت متاخره في الحمل، وعن طريق متابعه حلقات هذا البرنامج اكرمها الله بهذه الانسه فائقه الجمال، بسم الله ما شاء الله، والتي تزداد عاما بعد عام، وترسل لنا صورها مع كل عام دراسي او مع كل فصل دراسي. ونشوف الصوره اللي بعديها كمان، صوره دارين الثانيه. هذه البنوته الكتكوت. هنخلي بقى بقيه الصور، لا نخلي بقيه الصور لما انا احكي. ارسلت لك صوره احمد امير وهو ابن معلمتي التي كانت تعاني ايضا من تكيس المبايض، وانا حكيت لها تجربه ماما مع تكيس المبايض، وماما شرحت لها تجربه علاجها عند حضرتك. الحمد لله باتباع الخطوات والتعليمات حملت وانجبت احمد امير، وهي فرحانه وبتدعي لك وتبلغك سلامها، وانا احب معلمتي جدا لذلك كنت اساعدها، وانا اشكرك جدا يا دكتور العرب، وربنا يخليك لينا. وهنعرض صور احمد أمير بعد دقائق برضو عشان والدته تتحضر لاستقبال صوره على التلفزيون. بس قبل ما نعرض ده، أرسل لأم دارين ودارين وكل أهل بيتها وكل أهل الجزائر كل التحية والتقدير والاعتراف بجميلهم وجودة متابعتهم لهذا البرنامج. وزي ما هم بيقولوا ان لقب عائلتي البجاوي انه لقب لعائلات في الجزائر، وانهم من ولايه بجايه في الجزائر، وان يبدو ان اصول عائلتي هناك، وهم بيقولوا كده، فانا اتشرف بهذا، ولكم مني كل التقدير والتحيه والاحترام. وهنعرض صور احمد في نهايه الحلقه، بس معانا اتصال نستقبله. الاتصال راح، طيب ممكن ناخد صور احمد، جت فرصة اهو في هدوء في الاتصالات، نشوف صور هذا الطفل الجميل حديث الولادة، ابن معلمة أم دارين اللي نصحتها بمتابعة حلقات البرنامج ومتابعة الحلقات والتعليمات، واتبعت هذه التعليمات ورزقها الله بهذا الطفل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليه ويبارك فيه ويجعله قرة عين والديه ويحميه من كل سوء ويديم علينا فضله. ولأهل الجزائر كل التحية والتقدير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم احفظه يا رب. طيب الحمد لله، اتفضلي يا أم أيمن. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. فاكرني يا دكتور، انا قلت لك على بتاخد جوزي عند الوف وحامل الطفل دعاء. حضرتك انا ما سمعتش، بنت اخت جوزك ولا مين بالظبط؟ بنت اخو جوز. بنت اخو زوجك حامل وعندها ورم ليفي. حامل في الطفل، ودكتور امرها انها تشيل العيل باللوفه، واحنا قلنا لحضرتك. ما انا ساعتها قلت لحضرتك مفيش اي استئصال لاورام ليفيه اثناء الحمل ولا الولاده.
انت رحت حضرتك قلت له انا عايز حجمها 9 من 10 ولا اسمها انت تعرفوها؟ يعني حجم الورم اللي فيه 9 سنتي. اه 9 سنتي. الله ينور عليك. اه 9 سنتي قد دماغ العيل كده. ما هو 9. اه ايوه. قالوا لها ان قد دماغ العيل وقت الولاده. طيب اه هو حضرتك انت قلت لي هاتي لي الحجم وانا هديك الرد. عينيا من حضرتك. طيب لينا امين يا رب. متشكر لحضرتك جدا. طبعا ورم ليه في الحجم 9 سنتي. متشكر ليك. ده ورم كبير ويقينا سيحتاج لاستئصال. ممكن تسمعيني خلال التلفزيون. وسيقينا يحتاج لاستئصال عن طريق جراحه تقليديه بفتح بطن، ولا يمكن اجراء هذه الجراحه بالمنظار، ويجب الانتظار للولاده. هل وجود الورم الليفي يعني ان الولاده لابد ان تكون قيصريه؟ لا، ليس حتما. لو الورم الليفي ده في المنطقه السفلى من الرحم او في عنق الرحم او مغلق مخرج الحوض، يبقى يجب الست دي تولد بقيصريه، لان الورم الليفي ده مغلق المخرج. اما اذا كان الورم الليفي ده في اعلى الرحم فتولد عادي جدا، ممكن تولد طبيعي او تولد بقيصريه طبقا لحاله الحمل وتاثير للورم الليفي على قرار الولاده. الستات اللي عندهم اورام ليفيه لما يحملوا الورم الليفي لو داخل تجويف الرحم بيزيد نسب الإجهاض. لو ما حصلش إجهاض والورم الليفي خارجي زي فيما يبدو الورم الليفي اللي حضرتك بتقولي عليه ده كده، ده بيزود نسب الولادة المبكرة. يعني الستات دول الرحم يحصل له انقباضات، وقد يحصل انقباضات مبكرة في 7 أو 8. إن شاء الله ربنا يتم لها بخير وما يحصلش الكلام ده. سرعة نمو الورم الليفي أثناء الحمل نتيجة لزيادة هرمونات الحمل وزيادة دمويته بيعمل حاجة اسمها التغير الأحمر في الورم الليفي الريد جنريشن، وده بيعمل ألم شديد في بعض السيدات اللي بيصيبها ده مكان الورم، وقد يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة في انقباضات الرحم والولادة المبكرة. نسبة حدوث ده حوالي 20% 80% أنه ما يحصلش. بعد الولادة تولد بقى، سواء ولدنا بقيصرية لأن الورم الليفي سادد مخرج الحوض، أو ولدنا ولادة مهبلية لأن الورم الليفي لم يكن له تأثير. بعد الولادة بست شهور على الأقل تروح إلى دكتور ليقيم حجم الورم الليفي. لكن الورم الليفي اللي حجمه 9 سنتي ده كبير جدا، مهما صغر بعد انتهاء الحمل وهرموناته وتأثيره هيبقى حجمه 6.5 7 سنتي، فده برضه كبير وكبير جدا ويحتاج إلى استئصال، ويجب استئصاله بجراحة تقليدية بفتح بطن، والجراحة جراحة نازفة. فيجب ان نستبعد ان الست دي يعني بيحصل فيها فقد دم كتير، نجب نستبعد ان الست دي عندها انيميا. لازم تبقى مجهزه بامكانيه واحتمال لنقل الدم وبجراح متمكن، وان شاء الله يستأصل الورم الليفي ويحافظ على الرحم ومبقاش في اي مشاكل تحدث من الجراحه. لكن عمل استئصال شيء حتمي، والاستئصال بجراحه تقليديه حتمي، وبعد الولاده وليس اثناء الحمل ولا الولاده مطلقا، وبعد الولادة على الأقل ب6 شهور لينتهي تماما تأثير هرمونات الحمل ويصغر الدموية بتاعة الورم عشان ما نفقدش دم كتير وقت الولادة. وربنا يتم لها بكل خير. وأنا تحت أمر حضرتك. معانا ياسمين. اتفضلي يا ياسمين. ازاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيكي. لو سمحت يا دكتور، أنا حامل في الشهر الثالث وبدايات الشهر الثالث. الثالث؟ نعم؟ الثالث. أيوه الثالث. أيوه. ونازلة عليهم نبض دم خفيف وخالص كده، فأنا عايزة حضرتك تقول لي جلسة نصائح عامة كده أتجنب نزول الدم، وهل الدم ده ممكن يشكل صدورا سواء كان كثير أو قليل؟ أي دم أثناء الحمل يجب أن يعامل باهتمام، لكن الدم المقلق اللي يبقى كمية الدم كتير يعني قد دم الدورة أو أكتر، إن يبقى جلط دم تجلطات دموية، إن يبقى معاه ألم شديد. الدم اللي يفتقد للتلات عوامل دول يبقى يؤخذ بعين الاعتبار ونهتم، لكنه ان شاء الله مش مقلق. نؤخذ بعين الاعتبار ونهتم يعني نعمل ايه؟ يعني حضرتك تقفلي معايا وتنزلي تشوف الدكتور اللي حضرتك بتتابعيه في الحمل، تنزلي تروحي له او لاقرب مكان ليكي عشان تعملي سونار للتاكد ان الحمل كويس وان الجنين بحاله كويسه وان مفيش اي مشاكل مسببه نزول الدم ده، مع الالتزام باخذ العلاج اللي حضرتك بتاخديه، والالتزام بالراحه قدر الامكان. والراحه نعني بيها الراحه الذهنيه والراحه الجسديه والراحه من العلاقه الزوجيه. نمره 4، اذا كنا بناخد اي مسيلات للدم زي الاسبرين وهو يوصف كثيرا بالاطباء النساء اثناء متابعه الحمل، او بحقن للسيوله، اي من ادويه السيوله يجب ايقافها عشان ده يساعد على سرعه توقف الدم
ولا يسمح بزيادته أو باستمراريته. دم بالكمية اللي حضرتك بتوصفيها، ولو كنا عاملين متابعة للحمل قريبا وكنا متأكدين الحمل كويس، بإذن الله تعالى غير مقلق وغير مؤثر. حضرتك يا دكتور، أنا عندي ورم ليفي في الجدار الخارجي من الرحم، ممكن يكون هو السبب في انزلاق؟ لا، الورم الليفي الخارجي ما يأثرش. حجمه قد إيه؟ 4×5. تمام، الورم الليفي الخارجي لا يؤثر ولا يسبب ده. اللي حضرتك بتوصفيه ده غالبا شكله كده، شكله ان دي حاجه من عنق الرحم، من عنق الرحم يعني ما تحت الحمل. غالبا كمان ده بيجي حضرتك امبارح مثلا، كحيتي جامد، عطستي جامد، حزقتي في الحمام جامد، خرجتي وعملتي مشوار ومجهود، فعنق الرحم بيبقى فيه احتقان في بدايه الحمل، فقد تنزل منه بعض شعيرات او نقاط دمويه. حضرتك يا دكتور لا، بالتوفيق. أي سؤال عن الحمل يجب أن يوجه لمتابع الحمل، وأي مشكلة عن الحمل يجب أن يحكم عليها متابع الحمل، لأن أي مشكلة عن الحمل يحكم عنها برؤية المريضة وبعمل سونار لتقييم حالة الجنين. وبالتالي ما نقوله هنا هو نصائح عامة، لكن القول القطع في متابعة حمل سيدة وفي قرار الحمل ده مستقر ولا لأ ومؤثر ولا لأ، هو في إن الست دي تروح تعمل سونار لمتابعة الحمل وكيسه وتطوره. لكن الدم ده ما شكلوش إن هو حاجة مقلقة. طيب، في أي اتصال آخر؟ الحمد لله. أستاذة شيماء اتفضلي. عادل. أهلا يا فندم. بقول لحضرتك حاجة يا دكتور عادل. نعم. أنا بعد إذنك يا دكتور عادل، أنا كنت عامل حامل مجاري والدكتور كان صاحب لي 25 بويضة. ده يا فندم حضرتك مريضة تكيس مبايض، واللي حصل لحضرتك ده اسمه فرط تنشيط. إذا ما كانش قيل لحضرتك اللفظين اللي أنا قلتهم دول فديني قلتهم. المهم ماشي يا دكتور عادل، بس هو أنا فعلا أنا ما حصليش، بس أنا ما رحتش المستشفى ولا حاجة. أنا بطني كانت بتتنفخ جامد، وقال لي كان في ضعف في البويضات، أنا ما رضيتش أسحبها واداني علاج عشان تكتم في قلب بطني، فأنا عملت الاختبار طلع حمل كيميائي. ايوه. انا بقى دلوقتي يا دكتور انا مجمده من نفس الاجنه دي. انا بقى المفروض انا عامله كده من 1/10، كنت مرجعه اجنه 1/10، عملت الاختبار طلع 6.2. وقالوا لحضرتك ان 6.2 ده حمل. قالوا لي حمل كيميائي. ايوه. طيب هو يا فندم يعني 6.2 ده تقريبا لا يوصف انه حمل، بس ما علينا يعني. بس وبعد كده عدته تاني، بقى قال لي دي تاني، عدته بقى 5.1. يا فندم تعيدي ايه؟ اذا كنت انا بقول لك لا يوصف انه حمل، تعيدي ايه؟ ما علينا يعني. ما علينا، لكن طبعا هم مش هيقولوا الحقيقه زي يعني، هم هيقولوا لحضرتك اه ده حمل وتمس، هم عارفين ان هو ما علينا يعني. حضرتك عشان كده قلت اكلمك. انا دلوقتي بقى يا دكتور عادل انا مجمده من نفس الاجنه دي، هل دوره الاجنه دي انا عاملاها اصلا عشان خاطر التشوهات عند جوزي والحركه عنده ضعيفه، انا عاملاها عشان خاطر كده بشهر التكيسات، لان التكيسات عامله منظار والدوره بتجيني كل شهر بشهر. يا فندم كون انك تعملي منظار ده شيء جميل، لكن انك تطلعي 25 بويضه بهذا المنظر ده فرط للتنشيط، وده نتيجه لان الخلل اللي في الهرمونات لم يتم ضبطه قبل اللجوء للحقن. حضرتك قالوا لك كده تعالي اعملي حقن الشهر الجاي، ده انت كويسه وعندك بويضات كتير وهتطلعي بويضات كتير، وهذا قول حق اريد به باطل. كان المفترض ان حضرتك تاخدي علاج لضبط هذه الهرمونات لمده شهرين على الاقل عشان تطلعي عدد بويضات اقل، بس جودتها وكفاءتها تبقى احسن. دلوقتي حضرتك بتقولي لي انا مجمده من نفس الاجنه دي، فلما اروح انقلها هيحصل برضو زي اللي فات واستغنى عنها، ولا بروح انقلها ولا استعوض ربنا فيها؟ لا طبعا حضرتك روحي انقليها، مهما كانت جودتها ومهما كانت مشاكلها فهناك فرص ان يحدث حمل. وحضرتك الوقت الأجنة المجمدة دي أي سيدة عندها أجنة مجمدة أكنها زي أي حد حاطط فلوس في البنك. فحضرتك الوقت بتقولي لي أنا معذورة وياريت تقوليني على وسيلة إن أنا أجيب بيها فلوس أو أتصرف فيها في فلوس، وبعدين قعدت أتناقش معاكي فاكتشفت إن حضرتك حاطة فلوس في البنك اللي هي الأجنة المجمدة دي، فهقولك لو سمحتي روحي بدل ما تدوري وتسعي وتسألي الناس وتلف عليهم، استخدمي فلوسك اللي انت مجمداها في البنك في صورة وديعة اللي هي أجنتك اللي انت مجمداها في مركز الحقن المجهري، فقد تفيد وقد لا تفيد، أنا لا أعلم ولا حتى اللي هينقلهم يعلم، ده في علم الغيب. فالحقن المجهري فيها نسبة توفيق عالية جدا، والتوفيق بتاع الله مطلوب جدا عشان يحدث حمل.
فإذا حدث حمل فبها ونعمة، وقد يحدث حمل وقد لا، وقد يحدث حمل ويكون جيدا، وقد يحدث حمل ويكون ضعيفا، وقد يحدث حمل كيميائي، وقد يحدث حمل وينتهي بإجهاض. كل التباديل والتوافيق دي واردة الحدوث، فيجب أولا استغلال هذه الأجنة المجمدة اللي يبدو أن مجمد منهم، ولو أن حضرتك إذا طلعت 25 بويضة ما يتهيأليش أنهم باللي أنت بتوصفيه ده هيرسوا على أكتر من 12-13 جنين، وهم هتلاقيهم نقلوا لحضرتك مثلا 4-5 وفي 6-7 مجمدين، أرجو يكونوا مجمدين على أنبوبتين مش أنبوبة واحدة. فحضرتك تنقلي الأجنة المجمدة وعد على معاد النقل السابق شهرين أو أكتر، فالآن فترة جيدة تسمح بنقل هذه الأجنة. وأي حد يعلم هذه المهنة هيقول لحضرتك جملة جايز حضرتك تستصعبيها أو يعني تستغربيها، يقولك احمدي ربنا ان انا اسف يعني انه ما حصلش حمل على فرط التنشيط اللي حصل لحضرتك ده، ما حصلش حمل بالهرمون الحمل اللي انت شايفه انه 6 ويا عيني، وحصل حمل كيميائي زي ما فهموكي وبعدين ونزل. الحمد لله انه لم يحدث حمل ويكتمل، لان اذا كان حدث واكتمل على هذا المنظر من التنشيط الزائد فكان نسبة لجوء حضرتك ودخولك الى العناية المركزة نسبة مرتفعة جدا. ربنا يحفظ حياتك يا رب. فحتى لو اللجوء للحقن المجهري بسبب تشوهات الزوج، فأنا أول ما حضرتك قلتي لي أهو إن حضرتك عدد البويضات كذا عرفت على طول إن حضرتك مريض التكيس ومن درجة شديدة، وإنه لم يتم ضبطه، وطلع إن عندك تكيس، وطلعت عاملة منظار. طبعا طلعت القصة قصة أخرى تماما. معانا اتصال تليفوني، استاذه هدى اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. ازي حضرتك ربنا يخليك. اهلا بيكي. يا دكتور انا عندي 30 سنه تمام؟ تمام. متجوزه من حوالي 5 سنين. كويس. عديت سنه بالظبط من جوازي رحت للدكتور. كويس. الدكتور طلب مني تحاليل ليا وتحاليل لجوزي، طلعت الحمد لله تحاليلنا كويسه وتحاليل جوزي كويسه. كويس. بعد كده يا دكتور مشي معايا شويه في المنشطات. حلو. وكان بيديني منشطات كل شهر وكده وما حصلش حمل. بعد كده قال لي اعمل لك اشعه بالصبغه، ممكن تكون في مشكله في الانابيب. ممتاز. بالفعل يا دكتور عمل لي اشعه بالصبغه. الصبغه يا دكتور ما كانتش تخش جوه الرحم خالص، يعني كانت في حاجه بتنطر الصبغه لبره. عملتها مره واثنين وثلاثه، عملتها ثلاث مرات يا دكتور ومش عارفين يحقنوا الصبغه جوه. لا خالص يا دكتور. بعد كده الدكتور قال لي ممكن يكون عنق الرحم ضيق عشان كده الصبغه مش بتخش جوه الرحم. تعالي نبنجك ونعمل لك توسيع. لع يا دكتور عمل لي توسيع لعنق الرحم. ايوه لع ايه اسمها؟ ايوه يا دكتور عمل لي توسيع لعنق الرحم. ايوه وبعدين؟ وبعد كده قال لي اعمليها تاني ممكن لما بعد التوسيع ان شاء الله تدخل. بالفعل ما دخلش يا دكتور خالص. بعد كده قال لي لا خلاص بقى اعمل لك منظار بطني ومنظار رحمي يمكن ان شاء الله تكون في مشكله في الانابيب. بالفعل عمل لي منظار رحمي ومنظار بطني وقال لي كل حاجه تمام والانابيب اتسلكت والكلام ده. ثانيه واحده. الانابيب ايه؟ اتسلكت. هو كان حد قال انها كانت مسدوده؟ هو الدكتور اللي قال لي كده يا دكتور. ايوه كانت مسدوده. ايه الاثبات انها كانت مسدوده؟ ده مش عارفين يحقنوا الصبغه جوه الرحم، الصبغه ما بتدخلش جوه الرحم، ما بتوصلش الانبوبه عشان يتم اختبار الانبوب. صح حضرتك صح. الكلام ده كان بيتعمل من غير بنج، اول ما حضرتك خدت بنج. اول ما حضرتك خدت بنج في المنظار وعضلاتك ارتخت، المنظار ده له سي دي؟ ما مش عارفه يا دكتور دلوقتي انا له. مش عارفه. يا فندم المنظار ده له فيديو مسجل؟ لا يا دكتور. اكنه لم يجرى. صح. اي دكتور بروح له دلوقتي بيقول لي ما فيش حاجه تثبت ان انت عملت منظار وما فيش حاجه تثبت. وهذه رساله موجهه لكل السيدات اللي في منطقه مش عايزه انطقها عشان الدكاتره هناك ما بيحبونيش خالص. ها كل اللي عملت منظار وخرج الدكتور قال لي بقه كله كويس تمام، المنظار له تقرير ممهورا موقعا عليه بالطبيب وده لا يغني عن السي دي او الفيديو. معيش حاجه يا دكتور. كانك لم تجريه. كانك لم تجري. يا دكتور بيطلب مني حق وانا ظروف ما تسمحش بالحق. طب ما هو يا فندم حضرتك اعملي اشعه بالصبغه تاني. حضرتك استني بس، انت ليه متضايقه من الدكتور اللي بيقول لك اعملي حقن؟ لان انت جايه له بتقولوا لي انا ما عنديش حاجه. يا فندم ثواني اديني فرصه اتكلم بعد اذنك. حضرتك متضايقه من الدكتور اللي بيقول لك اعملي حقن، حضرتك رايحه تصدري له مشكله تقولي له ايه؟ انا ما بحملش وما عنديش سبب بقى يا اخويا، مش ده اللي انت بتقوليه له؟ تمام؟ فيقول لك السبب هيتشاف لما تعملي منظار، تقول له ها عملته، مش ده الردود اللي انت بترديه عليه؟ حضرتك عملته دي انت ما عملتيش منظار، انت ما عملتيش منظار، ما فيش تحت ايده اثبات ودليل.
بدل ما حضرتك تتضايقي من الراجل اللي بتروحي له بعقده تقولي له انا عندي مشاكل وما عنديش ما بيحصلش حمل وعندي تاخر حمل مجهول السبب وشوف لي حل، فيقول لك الحل اننا نعمل منظار عشان يبان السبب ايه، فتقولي له عملته يقول لك خلاص روحي اعملي حقن مجهري، وبتزعلي منه روحي زعلي من اللي عمل لحضرتك منظار وخرج قال لك بالبق حلو جميل والانابيب كانت مسدوده وسلكناها وما عندكيش حاجه وما شوفش. مين اللي يتزعل منه؟ حضرتك بتقولي ان عندك تاخر حمل مجهول السبب، حضرتك بتقولي انهم فشلوا في حقن الصبغه داخل الرحم، حضرتك مصدقه ان اتعمل لك منظار وان كان في انسداد وانه اتسلك وان ما عندكيش حاجه. جميل، احنا مش مصدقين. مش مصدقين ليه؟ مش تكذيبا بس عايزين اثبات دليل. ينفع حضرتك زوجك يروح يحلل في المعمل والمعمل يقول له على فكره تحليلك حلو جميل، على فكره تحليل الزوج ده بيتكلف 50 70 100 جنيه، ها كنتوا هتتخانقوا معاهم وتقفوا في المعمل تقول له ازاي يعني وتحليل ايه ده اللي تقوله لي بالبق وما تدينيش ورقه، تمام انا عايز ورقه ودليل واثبات ان تحليلي كويس. بتعملوا الخناقه دي على تحليل اللي ممكن نعيده كل يوم واللي تكلفته بسيطه، لكن لما يجي منظار اللي صعب اعادته كل يوم واللي تكلفته غاليه، ها بتروحوا وتمشوا ويقولوا لكم ايه مفيش كويس، طب يا دكتور ورقه مفيش، طب فيديو مفيش، طب مش هعمل الا فيديو، اسكتي مش الجهاز عطل لحظه ما كنا بنسجل الحاله بتاعتك انت بالمظبوط، بل اللي انا بحكي لكم ده اللي بشوفه كل يوم، ها الجهاز عطل يا اختي، تمام او ما بيقولكيش يا اختي، عندكم يقولوا يا بابا، ها يا بابا انت كويسه، يا بابا الانابيب كانت مسدوده وسلكناها، يا بابا المنظار جميل، يا بابا انت ما عندكيش حاجه، يا بابا المنظار ملوش تقرير، يا بابا المنظار ملوش فيديو، يا بابا جينا نسجل الفيديو المنظار عطل يا بابا. هذا يا بابا ليس طبا، تمام. المنظار بدون فيديو فكانه لم يجرى. حضرتك كل ما تروحي للدكتور هيقول لك انت محتاجه منظار، محتاجه حقن مجهري، معيش تكلفه حقن مجهري وغالي علي، حضرتك اعملي منظار. ما عملته؟ لا حضرتك ما عملتيهوش. هذا هو صحيح الطب. كل عام وحضراتكم بخير، تمتد معكم الأعوام اليوم، زي ما قلت لحضراتكم يكتمل هذا البرنامج 10 سنوات تقريبا ما يقترب من 500 حلقة. كل عام وحضراتكم بخير، يستمر معكم التواصل، وللأسف الشديد كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنستفيد ونسعد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل لبنا على الدوام بشرة خير.